معنا عبر الهاتف من الرياض العميد الركن أحمد عسيري المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي. عميد أحمد، مرحبا بك معنا في نشرة الرابعة. هل من تفاصيل جديدة أولا فيما يتعلق بما حدث في الحرم؟ أولا مساء الخير لك أخي والسادة المشاهدين. مرحبا. طبعا ما حدث أمس في أكثر من موقع حقيقة على حدود المملكة الجنوبية هو أمر استمر منذ بداية عمليات عاصفة الحزم ومرورا بعمليات إعادة العمل، وطبعا وتيرة مختلفة من وقت لآخر حسب الوضع اللي تكون فيه ميليشيات الحوثية داخل الأراضي اليمنية. ولعلكم تذكرون أنه كان في عملية نوعية تمت في بالنسبة للداخل اليمني، فقد يكون هذا كردة فعل محاولة للحصول على نصر معنوي أو الحصول على ميزة معينة داخل الأراضي السعودية، ولكن الحمد للقوات المسلحة وقوات حرس الحدود وقوات تحالف يقظة لمثل هذه الأعمال. تم الاشتباك مع المتسللين وردعوا ودمرت آلياتهم التي كانت معهم وأسلحتهم، وتوقف الحمد الهجوم الذي كان البارح. والآن العملية عملية تمشيط ومتابعة للمواقع التي تقع على الشريط الحدودي بشكل كامل، والوضع آمن ومستقر والله الحمد. طيب فيما يتعلق بالحرس، أين كان المواجهة؟ أين حدثت بالضبط سيد أحمد؟ الحقيقة في أكثر من نقطة ومن أكثر من رقابة، يعني كالملحمة والفدنة وغيرها. هذه عبارة عن نقاط حرس الحدود، وهي نقاط التماس الحدود بين الحدود السعودية والحدود اليمنية، وتحتلها القوات الحرس الحدود وتساندها القوات المسلحة السعودية، ويتم من وقت لآخر مثل هذه الأعمال، وعندها تتحرك القوات البرية أو القوات الجوية تدعى الأمر وتهاجم مناطق التحركات التي تحركت منها هذه الفرق المهاجمة. ولله الحمد الوضع الآن تحت السيطرة، ويعني نطمن المواطنين الأوضاع ولله الحمد، وقواتهم المسلحة يقظة وعلى وفة الاستعداد وقادر على دحر أي نوع من العدوان. طيب تعلم بأن هذه العمليات، عمليات التسلل والمواجهات، هي يعني مستمرة منذ بدء عاصفة الحزم حتى اليوم، لكن هل لاحظتم أي اختلاف في هذه في الطرق في التكتيكات يعني في عمليات التسلل الآن عما كان سابقا؟ طبعا أكيد هذا في البداية كانت تستخدم العربات النقل، العربات المدنية التي تسخر الجهود العسكري، ولكن أصبحت بالنسبة لهم هذه عملية صعبة لأنها تستهدف على التو ويتم تدميرها بما فيها، وبالتالي انتقلوا إلى مرحلة التسلل الراجل على الأقدام، إضافة إلى اختلاف نوع الأفراد وتدريبهم من الأفراد الميليشيات الذين كانوا حصلوا على تدريب من قبل جهات خارجية، إلى دخول عناصر الجيش اليمني التابع للحرس الجمهوري على المعادلة، وأصبح نوعية التكتيك المستخدم يختلف. ولكن مهما اختلفت الأساليب والتكتيكات، القوات المسلحة ولله الحمد قادرة على ردعهم وقتلهم ومنعهم من المساس بأرض وحدود المملكة إن شاء الله. طيب ماذا عن المواجهات التي حدثت أمس في المعزاب أيضا؟ كما ذكرت لك خالد، هذه عدة نقاط. طبعا الواضح من الطريقة اللي استخدمها العدو يوم أمس أنه تعدد في مناطق التسلل والمحاولات إشغال القوات المسلحة كامل الشريط الحدودي، والمحزاب كان أحد هذه النقاط التي حاولوا التسلل إليها، ولكن لله الحمد الوضع تحت السيطرة ولم يسمح لهم بتخطي الشريط الحدودي، وبالعكس نفذت كذلك عمليات في العمق اليمني أمس في مواقع انطلاق هذه الجماعات وقتل عدد كبير منهم. وهذا العمل هو واجب القوات المسلحة تقوم به منذ اليوم الأول لبدء العملية. جيد، لأنه في بعض المواقع تحدثت عن دخول هذه الميليشيات إلى المعزاب وعن حدوث مواجهات مباشرة في هذه القرية وعن استهداف لبيوت الناس هناك وعن موجة هروب يعني من قبل الناس في هذه المنطقة. نحن كما عهدتنا أخي خالد، نعم،
في القوات لدينا شفافية وانفتاح كامل. ندعو الوسائل الإعلامية للتوجه لهذه المناطق وتغطية الأحداث عن قرب، لأنه لا يصح إلا الصحيح. سبق سمعنا مثل هذه الإشاعات عن الربوعة، ولعل العربية كانت إحدى الوسائل الإعلام التي زارت الربوعة وغطت الأحداث من داخل الربوعة. مدننا وقرانا وحدودنا تظل عصية وآمنة، ولن يسمح لأحد إن شاء الله بالمساس بها. عمليات الكر والفر حول المواقع الحدودية هذا أمر طبيعي في هذا النوع من العمليات. نحن نتعامل مع عمليات وحروب عصابات. حروب العصابات تعرف أخي الكريم أنه قد يكون هناك مقاتل واحد يستطيع أن يشغل قطاع كامل خلال العمليات، ولكن لدينا الآن من الخبرة والمعرفة والدراية والأجهزة والإمكانات التي تحبط مثل هذه المحاولات وما تم يوم أمس. شكرا جزيلا لك. من الرياض العميد الركن أحمد عسيري المستشار في مكتب وزير الدفاع.